بالنسبة لنا للمنتخب البرتغالي والمنتخب الفرنسي، الوصول ديالهم للنهاية أنا اعتبرت أنها ضربة حظ نظرا للنتائج اللي حصلها وحتى المستوى اللي كان عليه في دور المجموعات، خصوصا البرتغال اللي تأهلت يعني كأحسن ثالثة من الآخرين اللي تأهلوا كأحسن ثالثة، عندنا 3 نقاط. ما هذا كيبين بأن الكرة ما فيهاش منطق، كيلعب فيها دور الحظ، كيلعب فيها دور مهم. ونشوفوا أن البرتغال راهينة بلاعب اللي هو كريستيانو رونالدو، رجعنا للزمان ديال بحال مارادونا بحال بيلي، أن اللاعب هو اللي كيدير الفرق في المنتخب ديال البلاد ديالو. كنظن انه المحاضره غتكون متكثره، غتكون زايره كما كيقولوا بالدارجه، تكون كيعرف الجانب التكتيكي اكثر، وكنظن انه اللي غتتمكن من التحكم في المقابله في ربع الساعه الاولى او التسجيل هما اللي غيظفروا بالنهايه ديال كاس اوروبا والتتويج باللقب. بيان سور هذه مقابله نهائيه، وانت كما كيعرف الجميع انه مقابله ديال نهايه كاس ماشي بحال ما عندكش لا خسرتي ولا ما عندكش كي غتعوض. مقابله وحده كيدخلوا مدربين كيدخلوا كيلتزموا الحيطه والحضار، ما كيبغوش يجازفوا، يعني عده جزئيات اللي غتلعب عليها المقابله. وكما قلت لك انه في ربع الساعه الاولى غيقول لك المسار ديال المقابله، شوفوا الفريق هو اللي غيبادر بالهجوم، هو اللي يكون يخلق فرص هو الاول. وغالبا انه انا كنظن ان المنتخب الفرنسي اللي غيحاول يدير هذا الشيء، حيت كيلعب في الملعب ديالو كيتمنى انه يحرز اللقب وسط الجمهور ديالو. كنظن انها فرصه ذهبيه لرونالدو، انه غيدخل التاريخ البرتغالي من بابه الواسع، لانه اول لقب غيتوج به المنتخب البرتغالي على مستوى قاره اوروبا. كنظن انه غيكون موتيفي، غيكون غيدير مجهده، وكنتمنى عندي اصدقاء رياليين كنتمنى انه في المنتخب البرتغالي هو اللي يحوز اللقب.